السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل لحمة الطباخ او لحمة الافراح بطريقة سهلة بسيطة حلوة جدا جدا يا جماعة. للي ما يعرفش اللحمة اللي انا بتكلم عنها ده نوع بيتعمل عندنا في الافراح المصرية. الطباخ بيعمل صنف من اللحمة كده بطريقة وتخديعة حلوة جدا جدا جدا، مهما بناكل فيها يعني بتبقى حلوة جدا، الواحد ما بيشبعش منها بصراحة. هنعملها النهارده بطريقة سهلة بسيطة وكله على البوتاجاز، مش هندخل فرن، مش هنكعبل الدنيا حوالينا، حلة واحدة وهنشتغل كده برواقة وبهداوة وهنطلع أحلى حتة لحم بجد زي العسل يا جماعة، تستاهل بقكم. شايفين الجمال؟ ما شاء الله ما شاء الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف المقادير بتاعتنا. حابة بقى تشتغلي بكيلو بنص؟ بصي الطريقة ديت بأي كمية تشتغلي بيها، أنا هشتغل بكيلو من اللحم، بس قطعية اللحمة يا جماعة تكون صغيرة في السن، متكونش كبيرة قوي، وتكون بالشكل ده. السمك بتاعها لا تخين ولا رفيع، بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هستخدم كمان حوالي نص كيلو من البصل، كيلو الا ربع، هي معتمدة على البصل يا جماعة، تمام؟ يعني نص كيلو كيلو الا ربع، ما تقلش عن كده، بتقطع شرايح زي كده. عندي فصين ثوم حلوين كده، عندي طماطميتين كبار متقطعين مكعبات، عندي فلفل اخضر واحمر، لو فلفل الوان حلو جدا وشغال، عندي كمان جزرتين انا بشرهم مبشورين. التوابل بتاعتي بقى عود قرفة خشب، واحد لومي، حبة هان، كوبيبة صيني، قرنفل، زعتر، روزميري، ورق لورا، فلفل اسود. ان شاء الله المقادير هتبقى في صندوق الوصف، هي خفيفة بس توابلها اللي كتيرة شوية. الحلة بقى بتاعتي هشتغل بسمنة بلدي، حبة زيت حبة سمنة اللي انت عايزاه، هما بيشتغلوا الاتنين مع بعض. لحمة الطباخ يا جماعة هو الطباخ بيشتغلها بطريقة وبتكنيك معين، انا حبيت اعملها معاكم بالطريقة دي سهلة وبسيطة، وادتني والله العظيم والله العظيم نفس الطعم اللي احنا بناكله في الافراح، يعني لحمة حلوة جدا جدا ودايبة زي العسل. جربي الطريقة دي وهتعتمديها ان شاء الله، وان شاء الله هنعمل معاكم طريقة الطباخ الاصلية اللي هي 100%، بس الاتنين واحد، وهعمل دي وهعمل دي وهتجربوا وهتحكموا. الحلة بتاعتي سخنة جدا جدا، السمنة معايا سخنت، معلقة سمنة بلدي، معلقة بس عشان يعني اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون برضه. هنزل باللحمة بتاعتي، أول ما تاخد صدمة وتاخد لون هبدأ أقلبها. ما تحاوليش تقلبي اللحمة بتاعتك أول ما تنزليها، أول ما تنزلي اللحمة بتاعتك بالحلة، طبعا الحلة سخنة فاللحمة هتمسك في الحلة، فما تحاوليش تقلبيها وتتعبي نفسك على الفاضي، هي أول ما هتاخد لون وهتتشمع وهتتقلب معاكي بسهولة. شايفين انا هاخدها لون حلو جدا، عشان زي ما قلت لحضراتكم انا هشتغل على البوتاجاز، مش هدخلها فرن ولا هدخل صواني ولا هعمل الكلام ده كله، انا هعمل كله في حله واحده ان شاء الله هتعجبكم. ننزل بقى بقيه كميه اللحمه وهنشوحها زي اللحمه التانية بالظبط. الحله معايا سخنه، هنزل باللحمه بتاعتي، هستنى انها تتشمع وتاخد لون، هبدا اقلبها على الناحيه التانية. شايفين يا جماعة اللون ما شاء الله حلو جدا جدا جدا. هقلبها بقى على الناحيتين كده انها تاخد لون حلو، تشويحة حلوة. اللحمة بتاعتي يا جماعة اول ما بتتشمع كده وبتاخد لون بتكش معايا، خدوا بالكم يعني كل مدى بتكش، يعني هي خدت حوالي في الحركة ديت 10 دقايق، بشوح في اللحمة بتاعتي 10 دقايق تمام لحد ما تديها لون حلو كده. هنزل بقى ببقية كمية اللحمة بتاعتي، زي ما قلت لحضراتكم هنشتغل في حلة واحدة، يعني توفير وقت وتوفير مواعين وتوفير كل حاجة، وفي الآخر حتة لحمة والله العظيم زي العسل. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا، التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ واحدة قرفة خشب، حبة هان، كوبا صيني، قرنفل، واحدة لومي، فلفل أسود، زعتر، روزميري. هما يا جماعه بيضيفوا جوز الطيب، بس يعني انا بستحرمها او فيها شبهه فنبعد عن اي حاجه فيها شبهه ونضيف كوبيبه صيني، هما برضو بيضيفوا كوبيبه صيني مع الجوز الطيب تمام. بس على فكره جوز الطيب والكوبيبه الصيني هو نفس الطعم في الاكل، يعني ممكن تستبدلي دي بدي عادي ونبعد عن الشبهه. فتحت طبعا الحبهان من ضيوف السليم كده، فتحنا الحبهان والزعتر والزمير فرقناه بايدينا كده عشان الزيوت بقى العطريه والريحه الحلوه بتاعته تطلع. نقلب بقى التوابل بتاعتنا الحلوه دي في اللحمه، عايزه اقول لك دقيقتين اتنين وشم احلى ريحه بجد. التوابل دي اول ما بتتفاعل كده مع السمنه مع اللحمه وتسخن كده وتاخد تحميصه بيبقى ريحتها حلوه جدا. هننزل بقى بميه مغليه، لازم طبعا اللحمه ميه مغليه تمام، يا دوبك هنغطي اللحمه بتاعتنا، بس انا مش عايزه اكتر ميه يا جماعه، انا عايزه اخدها
تلات ارباع تسوية، وربع التسوية اللي هيتبقى هيبقى في الخضار اللي انا هضيفه. اللحمة بتاعتي يا دوبك متغطية بالمية، هحاول بس اشيل الرغوة بتاعتي دي اللي هي الريمة بتاع اللحمة، حاول بس تشيليها على قد ما تقدري. عفوا. نشيل الريمة كده، هناخد اللحمة تقليبة وهنغطي عليها وهنسيبها بقى تستوي تلات أرباع تسوية، على حسب طبعا قطعية اللحمة بتاعتك كبيرة في السنة صغيرة على حسب هي ايه. انا عايزاها تنشف من المية خالص، يا دوبك يا جماعة المية نشفت، شايفين انا مضفتش مية تانية غير اللي حضراتكم شفتوها دي، وخدت معايا ساعة الا ربع. شايفين مفيش اي مية خالص، مفيش غير اللحمة وغير الدهون اللي نزلت من اللحمة، مفيش مية. عايز اقولكم بقى ريحتها جبارة جبارة، اللحمة يا دوبك شوفوا فيها شدة كده، تلات ارباع تسوية. ابدأ انزل بقى بالخضار بتاعي، هنزل طبعا بالبصل لان هو اول حاجة بتاخد سوا، يعني بيستحمل تسوية شوية مش زي الفلفل والطماطم في الثانية بيتهري. هقلب بقى البصل في اللحمة بتاعتي، هقلبه كويس جدا. طبعا احنا مضفناش ملح او اي توابل تانية غير في التوابل الصحيح، احنا هنضيف هنا معلقة صغيرة كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، احنا ضفنا فلفل اسود في الاول وبنضيف كمان ربع معلقة دلوقتي، وبهارات مشكلة بقى، بهارات محوجة، بهارات السبع بهارات، بهارات لحمة اللي انت عايزاه، اي بهار كده انت بتفضليه ضيفيه. ان شاء الله يا جماعة المقادير في صندوق الوصف، يعني ضفنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة، كمون، بهارات لحمة او بهارات محوجة او بهارات مشكلة، سبع بهارات، اي بهار انت بتفضليه، ممكن كده كمان اي بهار انت بتحبيه. قلبنا كويس جدا جدا، هغطي عليها 5 7 دقايق، انا عايزه البصل بتاعي يدبل شويه يعني يبقى فيه قرشه بس خفيفه. تمام، شايفين كميه البصل قلت معايا ازاي دبل، انا سبته مع اللحمه حوالي 5 دقايق لحد ما يدبل زي كده. هاخده تقليبه وهبدا انزل ببقيه الخضار بتاعي، جزرتين كبار مبشورين. طبعا يا جماعه كميه الخضار دي انت ممكن تتحكمي فيها، ممكن تكتريها ممكن تقلليها اللي انت بتحبيه وبتفضليه. انا بصراحه كترت الخضار لان انا بعشق الخضار، حلو جدا 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 يعني، هو لوحده بجد حلو جدا جدا يعني، حاجه كده جربيها وان شاء الله هتحبيها جدا. ضفنا بقى الطماطم، الفلفل، الجزر، هنقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه مع اللحمه مع البصل. عايزه اقول لكم والله العظيم الريحه يا جماعه، التوابل اللي ضفناها في الاول الصحيحه مع التوابل الناعمه مع الخضار مع تشويحة اللحمة، حاجة كده ما شاء الله. طريقة سهلة بسيطة للحمة الطباخ، وكله على البوتاجاز من غير فرن، من غير مواعين كتير، من غير لعبكة كتير، ان شاء الله تاكلي احلى حتة لحمة. هنسيبهم بقى مع بعض 15 دقيقة، الخضار بتاعي يدبل، مش عايزة اقولك ينزل مية، لا ده هو هينزل حاجة خفيفة خفيفة لا تسكر يعني. شايفين الخضار بتاعي دبل بس لسه فيه قرشة بسيطة جدا جدا، لو انت بتحب الخضار بتاعك يستوي خالص يعني ما يبقاش له ملامح سوي براحتك، انا بحب يبقى فيه قرشة خفيفة خالص خالص، واللحمة كمان في نفس الوقت خدت التسوية بتاعتها المطلوبة، ما شاء الله كده الطبق بتاعي خلص. شايفين الجمال، ما شاء الله ما شاء الله بجد والله العظيم ما كانش مصدقين ان انا عاملاها في البيت، يعني طعم ريحة شكل، في طباخ في البيت يا جماعة، طلعي بقى الشيف اللي جواكي والطباخ اللي جواكي واعملي لهم لحمة الطباخ بأسهل ما يمكن. هتقدميها بقى مع عيش مع رز، هو عامة في الأفراح بتتقدم مع عيش ومع رز، رز بسمتي أو ممكن رز على فكرة مسلوق من اللي هو المصري بتاعنا ده عادي، رز بسمتي أصفر أبيض، مكرونة، عيش، اللي انت بتفضلي. أنا عن نفسي قدمتها مع عيش وما كانش محتاجة سلطة على فكرة، لأن الخضار ده يعني يكفي بالسلطة، عيش وطحينة، وكانت حلوة جدا جدا، والخضار بتاعتنا طبعا. شايفين اللحمة بتاعتي دايبة ومستوية وحاجة كده ما شاء الله بجد تستاهل بقوة. وعايز اقول لك كمان لما بتبات بتبقى ملهاش حل، يعني بتحلو بزيادة كمان، دي من الاكلات اللي بتبات بتحلو. شايفين الخضار بتاعي ما شاء الله فيه قرشة خفيفة كده، مضغة خفيفة، حلو جدا جدا بجد يستاهل بقكم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، اتمنى انه يعجبكم، واتمنى لو عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لاح الفجر وصار فؤادي يدعو الله بليل هادي. هذا صوت الذاكرين يتهادى لرب العباد. من